العوام هم قوة المستبد وقوته، بهم وعليهم يصول ويطول، يأسره فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريما، وإذا قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيما، ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التوبيخ. المغول والبداية، شوية قبائل متبعترة ما بين روسيا ومنغوليا حاليا بتجمعهم اللغة المنغولية، روحها مش بيقعدوا في مكان واحد، فضلوا متبعترين كده لحد ما وحدهم واحد اسمه جنكيز خان، هما والترك في القرن ال13. جنكيز خان كان وقتها زعيم قبيلة اسمها قيات، ورث حكمها من ابوه وتوسع في القبائل المجاورة. واحد اسمه أونك خان كان زعيم قبيلة اسمها سقيز، اكبر قبائل المغول، اعجب جدا بجنكيز خان وقربوا منه. بعد شوية لما لقى نفوذه بيزيد قلق منه جدا وبدأ يحاربه هو وقبيلته، لكن جنكيز خان بقلشه وضم لنفسه حكم قبيلة سقيز الكبيرة العظيمة دي، وبدأ يتوسع في الشرق في اتجاه الصين وشرق آسيا. من أطاعنا ورضي أدخلناه في رعايتنا، ومن تمرد وتجبر ندمره بسياط البلاء. الحقيقة أن سياط البلاء بتاع جنكيز خان دي كلنا عارفينها وسمعنا عنها وشفناها أفلام ومسلسلات وكل الكلام ده، والتخيل اللي كان مسيطر علينا عن المغول إنهم شوية همج مجرمين سفاحين سفاكين دماء أخذوا الطريق من منغوليا جري يأكلوا البشر اللي بيعدوا عليهم لحد ما وصلوا لفلسطين، خرج لهم جيش من مصر قضى عليهم، واللي عنده معزة يربطها، والسلام عليكم ورحمة الله. ساهم في تصويرهم الخرافي ده رغبة كتاب التاريخ العرب في تعظيم النصر، اللي هو كان أصلاً نصر عظيم ومش محتاج يتعظم أكتر من كده، بس هما كانوا عايزين يهولوا من العدو بزيادة علشان أولاً يهونوا من الهزائم الساحقة اللي حصلت للمسلمين، وفي نفس الوقت يمجدوا اللي هزم التتار بزيادة برضو. لكن فيما يبدو من اللي قرناه أن التصور ده فيستك، هما فعلاً كانوا مقاتلين أشداء جداً لكن هزموا في أكتر من موقع، وهم فعلاً كانوا مجرمين في الحرب، واللي اتعمل في المدن اللي قاومتهم كان شيء مخيف، وفعلاً اكتسحوا الدول الإسلامية اكتساح المؤرخين بيقولوا هي هدوبك مسافة السكة، وكأنهم كانوا بس بيتمشوا مش بيحاربوا. لكن هل الغباوة والعنف ده كان مع كل الناس؟ وتعالوا هنا هنبدأ في أول رسالة غير مباشرة بيتم توجيهها بشكل غير مباشر للمواطنين الشرفاء في الدول الإسلامية وغيرها من الدول اللي هيغزوها المغول. والمواطن الشريف في نظر المغول هو المستسلم اللي عمره ما رفع سلاح ولا قاوم ولا تردد في طاعة المغول، لكن اللي يتردد أو يتأخر أو يرفض يبقى مواطن مش شريف في نظر المغول، ولا ينطبق عليه الكلام اللي هنقوله دلوقتي. حتى بقى لو ضحكوا عليه وادوله الأمان، طالما حصل وفرد عضلاته مرة يبقى دمه مباح، ممكن لو استسلم يأمنوه بس كده كده هيتدبح. الياسق أو اليازة، دين أو دستور اخترعه جنكيز خان علشان يقدر يحكم به إمبراطوريته الممتدة، اعتمد في الأساس على الدين الإسلامي مع خلطة كده من المسيحية واليهودية وشوية حبشتكنات كده على ذوقك، يعني بيلمها من ثقافات وشرائع المدن اللي بيحتلها. وعلشان نتخيل حجم الإمبراطورية اللي جنكيز خان عايز يحكمها دي، فاحنا بنتكلم عن ضعف المساحة اللي حكمتها الإمبراطورية الرومانية والإسكندر الأكبر. المساحة الفظيعة دي علشان تنضبط محتاجة قانون ما يصطدمش مع معتقدات الشعوب اللي هيحكمها، وفي نفس الوقت يفرض سيطرة جنكيز. ونقطة مهمة جدا كمان انه يغري الشعوب المهمشة اللي ملهاش رأي ولا وزن ولا قيمة في العالم ان مع حكم المغول هيتعاملوا برقي وتحضر مع اكبر دولة في العالم، وانهم هيشوفوا بعينهم تطبيق لعدل الاسلام والمسيحية واليهودية وكل الشرائع اللي فيها عدل، لكن بلا حكام مسلمين او مسيحيين او يهود. فيبدأ يحصل في ذهن الشعوب دي فصام، وتنفصل وتنسلخ الشعوب دي من اي دين او قومية او شريعة بتنتمي ليها، وترمي نفسها في حضن المغول وحضن الياسق اللي هيحقق لهم اللي محققهوش حكامهم اللي قاعدين ليل ونهار يمضغوا في شعارات دينية مجوفة ملهاش أي مردود على حياتهم. وكان اختيار المغول واضح وبسيط، الياسق أو الموت. بس تعالوا نشوف في ايه في الياسق. اول حاجه، تعظيم جميع الملل دون التعصب لمله عن اخرى. منع الياسق التعصب للمذاهب. جنود الجيش التتري عليهم ما على الرعيه من المؤنه والكلفه، حاجه زي الضرائب يعني. حكومه جنكيز خان كانت تكنوقراط، ما اعتمدش على قبيلته في الحكم ولا حتى جاب ناس من المنوفيه يعني، كان بيعتمد على الكفاءات بس مش على المحسوبيه. منع الياسق تفخيم الالفاظ وتعظيم الامراء ووضع الالقاب، لكن كانوا بيكلموا المسؤولين من السلطان وانت نازل باسمائهم مجرده كده، في الوقت اللي كان الخلفاء العباسيين وحكام
أيام الدول اللي اقتطعت من الخلافة العباسية تلاقي لقب ضارب بالسطر والسطرين، منع الياسق المسؤولين الإداريين من الربا، ولغى من صلاحياتهم القبض على أي حد، وأوجب عليهم رفع الحالات الإنسانية مباشرة للسلطان، إزالة أي تمييز ما بين التجار، مفيش امتيازات بقى لكبار التجار ولا صغارهم، وسمح لصغار التجار إنهم يجوا يعرضوا بضائعهم على القصر وعلى السلطان بنفسه. الياسق ألزم التتار إن محدش ياكل من أكل محطوط له إلا إذا كان اللي مناوله الأكل ده أكل الأول، حتى لو اللي بيناوله الأكل كان أسير أو خادم. ألزمهم إن محدش ياكل وحد يشوفه إلا ويشاركوا الأكل. ألزمهم إن محدش يشبع لوحده. عفى الياسق فئات معينة من المؤنة والكلفة، اللي هي زي ما قلنا الضرائب، والفئات دي هي أولاد الإمام علي بن أبي طالب، الفقراء، الفقهاء، الأطباء، أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد، المؤذنين، مغسلي الموتى. وعايز بس هنا أقف على حاجة صغيرة جدا ومهمة قوي. التتار اللي أبادوا طائفة كاملة من الشيعة، اللي هم طائفة الحشاشين، الناس بتوع الجيمز هيعرفوا، بتوع أساسن كريد، أبادوا طائفة من شيعة الإمام علي بالكامل، وفي نفس الوقت بيعفوا الناس للإمام علي من الضرائب. وخد بالك هنا إنه عايز يوصل رسالة مهمة قوي لتأكيد إن الحرب مش حرب دينية، وإنه بيحاربهم من منطلق سياسي مصالحي بحت. المدن اللي كانت بتقع في ايد التتار كانت بتنتهي منها السرقه واعمال العنف، ومحدش بيقدر يعكر صفو المجتمع نهائي. قصص التزام التتار الحرفي بالياسق في المدن اللي كانوا بيحتلوها كتيره جدا وعجيبه. وكانت الحقيقه في بدايه البحث بتاعنا ده حاجه غريبه قوي اننا نشوف فتاوى من علماء المسلمين تكفر التحاكم للياسق، ما يعني ان كان في مسلمين بيتحاكموا للياسق، لكن يعني قلنا بالمنطق كده، ما احنا شايفين دلوقتي طبيعي الناس تتاثر بشريعه ودستور وقانون اقوى دوله في التاريخ. بس كمان فوجئنا ان حتى بعد انتحار التتار بعض حكام المماليك زي الظاهر بيبرس كانوا بيعتمدوا على قوانين وتوجيهات الياسق في بعض الامور الاداريه. الواضح ان جنكيز خان مش بس كان سفاح ابن، ده كمان كان فيلسوف ومفكر وصاحب منهج. وتاكيد تاني ان الكلام ده كان بس بينطبق على دول المغول والمدن اللي خضعت ليهم بالذوق، لكن الوضع كان بيبقى مختلف تماما لو دولة تبطئت بس في الاستجابة للمغول. في نفس الوقت ده في المقابل في وسط آسيا اللي كان أغلبه تحت حكم الدولة الخوارزمية اللي المفروض إنها دولة إسلامية، كان طايح فيها واحد اسمه علاء الدين محمد خوارزم شاه، عمال يحارب السلاجقة والغوريين المسلمين علشان يأسس دولته على أنقاض دول إسلامية تانية. والسلاجقة من ناحية تانية بيحاربوا الخليفة العباسي والخوارزميين، والخليفة بيحارب الخوارزميين، ووصل إنه دعا التتار إنهم يضربوا الخوارزميين من الشرق من عندهم وهو هيضربهم من الغرب. ببساطة كده وباختصار كان حال المسلمين وقتها كل واحد يضرب اللي جنبه قفل. المهم ان بعد المعجنة اللي كان عاملها دي استقر الحال نسبيا لخوارزم شاه وسيطر على وسط اسيا واسس الدولة الخوارزمية. في طريقه لتأسيس دولته دي كان بيدخل يبيد مدن سكانها مسلمين علشان ينهبها ويضمها لحكمه. زي ما بيقول ابن الاثير ان اللي عمله خوارزم شاه من ابادة سواء بالحروب او بالدسائس فرغ شرق الدولة الاسلامية من طاقتها وخلاها جاهزة لاحتلال التتار بمجرد بس ان هم يهزموا خوارزم شاه محمد. واللي عايز يقرأ عن كم الخسة والندالة اللي عملها خوارزم شاه يقرأ ازاي الراجل ده استوى له حكم وسط اسيا. وخليني احكي لحضراتكم بسرعة كده قصة هتبين لكم احنا بنتكلم عن مين. في اقصى شرق الدولة الاسلامية في تركستان كان في قبائل اسمهم الخطأ، دول قبائل بوذيين، وكانت المدن التركستانية الاسلامية اللي جنبهم بتدفع لهم الجزية وهم صاغرون. الخطأ معينين نائب في كل مدينة يلم لهم الجزية من المسلمين ويوصلها لهم. لما بدأ خوارزم شاه يتوسع في شرق اسيا، سلطان سمرقند واحدة من الدول دي صعب عليه تحكم البوذيين في المسلمين، فقرر انه يبعت لخوارزم شاه قال له يجي يخلصهم من سيطرة الخطأ وياخد هو الجزية بدل ما بياخدها الخطأ. طالب خوارزم شاه الحاكم المسلم ان يجي ينقذه من سيطرة البوذيين، وكان رد خوارزم شاه انه ما يضمنش ان السلطان سمرقند هيحينه ويدفع له. فاضطر سلطان سمرقند انه يبعت الهدايا خوارزم شاه، واسمع اللي جايه دي، بعت له رهاين علشان يطمن خوارزم شاه انه هيحينه بعدين. فبدا خوارزم شاه في تجهيز الاوضاع في خراسان اللي كان لسه برضه مخلص فيها شغله باتفاق نسب مع السلطان غياث الدين الغوري، وراح موزع شويه قاده من بتوعه مع شويه عساكر في كل مدينه، وراح سبع البرومبا بتاعنا اللي شايب المسلمين في الغرب علشان يحارب البوذيين في الشرق. كان في مدينه اسمها هراء عليها حاكم اسمه ابن خرميل من اقليم خراسان، والمدينه دي من المدن الابيه اللي اهلها بعد كده عكشوا التتار. كان من المدن اللي وزع عليها خوارزم شاه العساكر بتوعه. ابن خرميل ده فوجئ ان عساكر خوارزم شاه اللي سابهم خربين الدنيا، تحرش بالنساء ونهب للفلوس واذيه في خلق الله، والحقيقه هي دي كانت عادتهم في اي مكان بيحموه. راح لممهم وعباهم في السجن، وكانوا تقريبا 1000 عسكري، وبعت لخوارزم شاه رساله يستسمحه ويشرح له اللي حصل. خوارزم شاه رد عليه قال له برافو عليك انك عملت كده، العيال دي قللت الادب، وانا بقى هبعت لك واحد من رجالتي اسمه جلدك، جلدك ده راجل برنس وهيعرف يلم العيال دي ويظبط لك الدنيا، والعساكر بقى السفله اللي انت قبضت عليهم دول ابعتهم لي لان انا محتاجهم عندي عجبها. راح خوارزم شاه
باعد لجلدك ده يقول له روح يا عم جلدك اعكش الكلب خرميل ده زي يتجرأ ويسجن العسكر بتوعي. اتحرك جلدك في اتجاه هراء وابن خرميل ووزيره واقفين بقى مستنيينه كده على ما يوصل، وشافوه معاه عساكر عدوهم لقاهم اكتر من 2000 فارس. وزير خرميل راجل عجوز كده وصايع قال له يعني هو خوارزمي شاه مزنوق في 1000 عسكري مجرمين وخلاك تطلعهم وهيبعت 2000 مكانهم؟ قال له دول جايين يعكشوك يا برنس، اعمل نفسك ميت. ابن خرميل العبيط قال له هيعكشوني ايه وانا قاعد في بلدي وسط ناسي ما ينفعش، وبعدين ما ينفعش استخبى لحسن خوارزمي شاه يعتبرها اهانه، لازم اخرج يكون في شرف استقبالهم والكلام ده. صاحب ابن خرميل ده نزل من القلعه بتاعته علشان يروح يستقبل جلدك، والوزير واقف وراه ماسك الباب. اول ما شاف جلدك، جلدك راح قابض عليه وراح الوزير الصايع مقفل الابواب بتاعه المدينه وساب لهم خرميل. جلدك قال للوزير افتح الباب لسيح دم صاحبك، قال له اشبع بيه ده كان اصلا واطي طول عمره. فجلدك نحروا وحصروا المدينة، الألفين فارس المسلمين حصروا المسلمين اللي في هراء. بعد جلدك لخوارزمي شاه حكاله اللي حصل، فبعت خوارزمي شاه رسالة للأمر اللي كان سايبهم في البلاد اللي موجودة في إقليم خراسان وقال لهم بسرعة تروحوا تساعدوا جلدك في حصار المسلمين في هراء. تخيل يا مؤمن، الأمرة حصروا المسلمين وجوعوهم وأزوهم علشان يكدروا موظف واحد بس غلط في حق العسكر بتوعهم، علشان ما حدش بعد كده يجرؤ إن يمس عسكر من عساكر البطل خوارزمي شاه. البطل خوارزمي شاه فين دلوقتي؟ عند الخطر يحاربهم، ورايح هناك يرفع راية الخوارزميين على أرضهم. وهوب هوب هوب الخطأ أسروا السلطان علاء الدين محمد خوارزمي شاه، أسروه وأسروا معاه أمير كبير اسمه حاجة كده، ابن الأسير حتى مش فاكر اسمه، حاجة كده ابن شهاب الدين مسعود. ومن شدة المرمطة اللي اتمرمطها الجيش واتمرمطها السلطان، الخطوي اللي أسرهم ما كانش عارف إن هو أسر السلطان. السلطان شكله اتكحرت جامد في الحرب دي. الأمير اللي اتشقلط مع خوارزمي شاه قال له أنا هخرجك ما تقلقش، عايزك بس تنسى إنك السلطان واعمل نفسك الخادم بتاعي. خوارزمي شاه قلع هدومه ولبسها للأمير وبقى عمال يجيب له في الأكل والشرب ويدلعه على الآخر. الخطوي شاف الموضوع كده فراح سأل الأمير، قال له الراجل ده بيعاملك ليه كده؟ انت حد مهم يعني في بلدكم؟ قال له ده انا مهم موت وعندي املاك وبلاوي سودة وخايف اهلي يلاقوا عليا ويفتكروني موت ويقسموا الفلوس دي ما بينهم. شوف يا عم الخطوي، حدد انت عايز كام وابعت حد يقول لاهلي ان عايش ويديهم جواب مني في طلب بالمبلغ اللي تحدده. قال له بس لا استنى لما يصدقوش الرسول بتاعك، هقول لك على حاجه، ابعت لهم الواد ده بيتكلم على خوارزمي شاه السلطان علشان يصدقوا ان عندك ولسه عايش. فالراجل قال له فكره كويسه وعمل كده فعلا ورجع خوارزمي شاه لبلده. رجع خوارزمي شاه لقى اتنين من الامراء اللي كان سايبهم افتكروا انه مات في الحرب وبداوا ياكلوا في بعض على توزيع التورته. اول ما رجع راح داب فيهم هم الجوز لممهم لمه محترمه وراح بسرعه على هراء يساعد الأمراء اللي محاصرينها، وفضل محاصرها معاهم لحد ما الناس ماتت من الجوع، وقرروا في الآخر يسلموا الوزير الصايع لخوارزمي شاه. الوزير بيتخانق معاهم مش عارف إيه، راح داخل خوارزمي شاه كابس عليهم وراح قتل الوزير وسيطر على البلد تماما. فاكرين يا جماعة أمير الدهابة اللي كنا بنحكي عليه اللي اسمه ابن شهاب الدين ده اللي كان محبوس عند الخطأ، حد فاكره؟ محدش، ولا خوارزمي شاه كمان فاكره. الوقت باع الراجل وسابه عند الخطأ محبوس. فين على ما الخطوي قال للأمير في يوم من الأيام، قال له هو صحيح أنا سمعت إن خوارزمي شاه مات، هو مات بجد؟ فقال له عارف الغلام اللي أنت بعته؟ قال له آه. قال له هو ده خوارزمي شاه. فالراجل قال له ما قلتليش ليه، كنت اكرمته ودلعته وظبطته طالما ده خوارزمي شاه بنفسه يعني. فقال له طب تعالى نرجع البلد ونقابل خوارزمي شاه وهو هيرضيك. وفعلا رجع والامير نفسه هو اللي رضاه خوارزمي شاه ولا رضاه ولا نيله. قصتين كمان هنحكيهم بسرعه عن خوارزمي شاه علشان نتخيل شكل الحكام اللي كانوا موجودين في الوقت ده عامل ازاي. بعد العركه الفخيمه دي وهروب خوارزمي شاه من عند الخطا، رجع لهم تاني وهزمهم مع سلطان سمرقند. سلطان سمرقند كان راجل فخم كده، يقول لك الناس كانت بتتجمع في الشوارع علشان بس تتفرج عليه وهو ماشي. فخوارزمي شاه قال لك طب ما زيتنا في دقيقنا، وراح مجوز اخته وبعت معاه 1000 فارس من الخوارزميين لسمرقند. قال ايه لحمايتها؟ ال1000 فارس دول كعاده فرسان الخوارزميين قرفوا الناس في عشتهم وطلعوا عينيهم، كانوا ماشيين بالعربيات من غير نمر وكانوا بيحطوا عليها بادج القوات المسلحه ويمشوا يتبلطجوا على الناس في الشوارع. فسلطان سمرقند مع الوقت جاب منهم جاز، فراح متصل بالخطا قال لهم محدش يعرف قيمه امه الا لما يشوف مرات ابوه، انا عايز ارجع ادفع لكم الجزيه تاني بس الحقوني من العسكر. وراح رايح مدبح كل الخوارزميين اللي عنده في سمرقند، عسكريين او سكان عاديين، اي حد اتدبح ابادهم تماما وبوحشيه رهيبه. وراح رايح لمراته اخت خوارزمي شاه اللي جوزها له زي ما حكينا، كان عايز يذبحها هي كمان. قعدت تترجاها فسابها تحت الحراسه. لما وصل خبر لخوارزمي شاه اتجنن، كان ناوي يعمل نفس اللي عمله سلطان سمرقند مع كل الاجانب الموجودين في خوارزم، مش بس السمرقنديين، كل الاجانب. لكن امه قالت له ما تعملش كده يا حماده، لا طب يا ماما اقتل السمرقنديين بس بعد اذنك يعني. قالت له لا كخ يا علاء،
عيب. سبحان الله كلهم بيسمعوا كلام أمهم. قال لها طيب، راح طالع على سمرقند، دخلها وذهبها وذبح أهلها وذبح جوز أخته كمان. والقصة التانية هنبدأ نسمع فيها شوية عن التتار، ودي هتبقى أول مرة نسمع فيها عن احتكاك ما بينهم وما بين الخوارزميين. القصة دي كانت قبل ما جنكيز خان يسيطر على قبائل المغول. واحد اسمه كشلي خان من ملوك القبائل بتاعت التتار بعت رسالة لخوارزم شاه يقول له إنه ناوي يحط على الخطأ، وإنه عارف إن خوارزم شاه بينه وبين الخطأ ما صنع الحداد، فتعالى علاء الدين محمد نحط على الخطأ مع بعض، أنت من الغرب وأنا من الشرق. ومن الناحية التانية الخطأ بعت الخوارزم شاه يقولوا له انسى بقى كل اللي كان بيننا، التتار لو خلصوا علينا مش هيبقى في حد ما بينك وما بينهم، وهيخشوا يفرموك، إحنا خط الدفاع الاستراتيجي الأول ليكم، تعالوا عندنا ساعدونا. الحرب بدأت، خوارزم شاه راح على أرض الخطأ ووقف بالجيش في مكان محدش يقدر يفهم منه هو معدول ولا معدول، وقف هو والجنود بتوعه يتفرجوا على الحرب لحد ما لقى المغول هم اللي بيركبوا والخطأ بدأوا يهربوا، راح رايح بسرعة قاطع الطريق على الخطأ ونهبهم نهب، وراح راجع لكشلي خان يقول له ها ايه رايك بقى ظبطتك اهو، يلا بقى متشكرين ونورتنا وان شاء الله توصل بلدكم بالسلام. فكشلي خان قال له بلدنا ايه يا برنس، احنا هنقسم الغنايم اللي انت ضربتها دي وهنقسم الارض كمان بالنص. فقال له لا مالكش حاجه عندي، وتعالى بقى وريني نفسك. خوارزم شاه عارف انه لو حارب التتار بجيشه المضعضع ده هيتشقلط، فضل هو وكشلي خان يتوعدوا للحرب، وكل ما يتفقوا على ارض معركه وينزل التتار يروح جاي خوارزم شاه من وراهم ينهب منهم المؤن والعتاد بتاعهم ويهرب. وكرر الفيلم ده مره واثنين وثلاثه. كشلي خان اتجنن، بعت له رساله بيقول له فيها ليس هذا بفعل الملوك وانما فعل اللصوص، والتاني لص لص بس عيش ولا هو هنا، عمال يجري ويتشقلب وينهب في جيش كشلي خان، لحد ما جه خبر لكشلي خان ان جنكيز خان بدا يعضعض في مملكته، فراح سايب لعبه حورين يا تيتا بتاعه خوارزم شاه دي وجري بسرعه على مملكته يلحقها. اللي احنا عارفينه من الافلام والمسلسلات ومن القصص اللي بيحكيها الشيوخ ان التتار اجتاحوا الدوله الاسلاميه بدافع الكره والحقد على الاسلام ورغبه في دحر دوله الاسلام والمسلمين، وانهم هجموا من الدوله الاسلاميه من شرقها لحد وسطها بلطجه كده من غير سبب. والحقيقه للاسف اللي اكتشفناه في البحث بتاعنا انها غير كده خالص، وهنشوف دلوقتي الجنايه اللي ارتكبها عم خوارزم شاه ده في الاسلام والمسلمين كلهم. التتار زي ما قلنا رحاله، مش بيقعدوا في مكان ثابت، وبالتالي مفيش عندهم شوبينج مولز واسواق مركزيه يجي فيها الناس يبيعوا ويشتروا، لحد ما جنكيز خان وحدهم وبقى سلطان كبير كده، بقى لازم يعمل زيه زي بقيه السلاطين شوبينج من احسن بضاعه موجوده في العالم، فاستحدث وظيفه كده اسمها القرقيجان، ودول شغلتهم انهم يلفوا يشقطوا للتجار اللي معاهم بضاعه محترمه كده من الطرق يجيبوهم لحد عنده وهو يشتري منهم. شقطوا مره تجار مسلمين من مدينه اسمها اترار كانوا مجهزين ببضاعه محترمه كده وعايزين يوصلوها للتتار، وبعد فصال وشد وجذب ما اتفقوش على السعر، فجنكيز خان قفش، فلما لقوه قفش قالوا له لا خلاص يا معلم خد هديه مش عايزين منك حاجه، قال لهم لا مش هاخد هديه، وراح دفع لهم ثمن معقول كده هو شايفهم قيمه كويس، واداهم كمان هديه من عنده من نوع قماش مميز كده براند هو نفسه بيستخدم منه، وبعتهم لاترار، وبعت معاهم على اترار قافله من امراء وعليه القوم من عنده وشايله بقى فلوس وبضائع وشغلانه علشان يروحوا يبيعوا ويشتروا مع المسلمين في اترار، ومعاهم رساله لطيفه لحاكم اترار. حاكم اترار شاف القافله قام مثبتها في مكانها، وبعت يسال خوارزم شاه يعمل معاهم ايه. خوارزم شاه امره بذبح القافله وبيع البضاعه لتجار سمرقند ويبعت الفلوس بتاعه البضاعه دي لخوارزم شاه في خوارزم. وصل الخبر لجنكيز خان، وبدا من هنا غزو التتار لبلاد المسلمين. القاعده الثابته اللي عند المغول اللي ما بتتغيرش، تستسلم من غير نقاش ولا مقاوحه ولا مقاومه تضمن حياتك على الاقل. لو جيش المغول شبعان ومبسوط وما عندوش مشاكل مش هيتعرضوا ليك ولا لفلوسك كمان، انما لو مزنوقين ومحتاجين فلوس وجعانين وعايزين يلموا بيروحوا مخرجينك على الصحراء ويخشوا هم على المدينه ياخدوا اللي هم عايزينه ويتوكلوا على الله، وتدخل انت تحت مظله المساواه وتقبل الاخر بتاع قانون الياسق اللي بيطبقوه هم حرفيا من غير هزار. هيطلبوا منك بس حاجه صغيره كده، ان حضرتك تشيل سلاح وتيجي معاهم تحارب ضد اخواتك المسلمين، وهتتعامل في الجيش زيك زي اي تتري، انما بقى لو قاومت او اوحت يبقى اتكتب عليك الموت انت واهلك وعيالك ابادة شاملة كاملة لا تبقي ولا تذر. اجتاح جنكيز خان اسيا من شرقها لغربها يدور على خوارزم شاه، والمضحك المبكي ان كل ما يدخل مدينة يسألهم عن حاجة واحدة، البضاعة والفلوس اللي كان باعتهم على القافلة بتاعته وخوارزم شاه سرقهم، بيسألهم ببساطة اين اشيائي. اتحرك جنكيز خان في اتجاه خوارزم، استفتح بثلاث مدن كلهم استسلموا من غير حرب، فما عملش فيهم حاجه وسابهم براحتهم، لحد ما وصل اترار اللي قتلت التجار بتوعه، فالمدينه رفضت التسليم خايفه طبعا ان هو لازم هيجي ينتقم منهم، كان فيها جيش واهالي والكل اتحصن في القلعه ورفضوا ان هم يستسلموا، فحاصرهم جنكيز خان وفضلت المدينه محاصره لفتره طويله جدا، ساب جنكيز خان حمايه ان الجيش بتاعه محاصرها وخد الباقي وكمل طريقه، وكان بيرسل رسل المسلمين من اللي بيلقطهم من القرى اللي بتستسلم له يحذروا المسلمين اللي في البلاد التانيه من الحرب ويقنعوهم بالتسليم في هدوء.
اللي هو النفر من دول بيروح يقول لهم شايفين انا حلو ازاي ومحدش بيضايقني، بس خدوا بالكم لو استهبلتوا هتتنفخوا. وزي ما قلنا كان بيسيب بعض المدن زي ما هي ما بينهبهاش، وبعض المدن التانية بيستأذن اهلها بكل ادب وذوق الحقيقه ان هم يطلعوا على الصحراء لحد ما العساكر بتوعه يدخلوا ينهبوا البيوت، وبعدين الناس ترجع على بيوتها المنهوبه، ويسيب لحاكم المدينه اللي موجود زي ما هو كده 50 60 فارس يامنهم ويتوكل على الله يشوف طريقه. وصل بخارى لقي هناك جيش من 20,000 مقاتل واقفين بره السور منتظرينه، قتلهم كلهم. فالاهالي بعتوا له كبار المدينه والشيوخ يتفاوضوا معاه على التسليم، نستسلم وما تقتلناش. وبالفعل اتفتح باب المدينه فدخل وخطف في الناس من على منبر مصلى العيد. انتم اذنبتم وعملتم اثام كتيره، تسالوني انا عرفت ازاي؟ اسالوني. ها عرفت ازاي؟ سالتوني انا عرفت ازاي؟ علشان انا عذاب الله ارسله لكم ليصب فوق رؤوسكم العذاب. عارفين بقى يا اولاد الفلوس اللي بتبقوا مخبينها تحت الارض دي؟ انا الفلوس دي بقى عايزها، معرفش هتجيبوها ازاي بس هاتوها لي. الناس ما شاء الله طلعوا له كل اللي تحت الارض، برضو ما عجبوش، حاسس ان هو فيه مش مظبوط كده، الناس دي كانت بتحاول تقاوم مش هينفع اسيبهم. قال لهم انا عايز اشيائي. ايه يا عم اشيائك ايه؟ وروني فين كبار التجار اللي عندكم اللي ممكن يكونوا اشتروا حاجه من اشيائي. فطبعا الناس في الحالات اللي زي دي بتبيع بعضها جدا، شاوروا له فعلا على الناس اللي هو عايزهم. امر اهالي المدينه اللي اشتروا ارواحهم منه بتمر الخنادق المخصصه لتامين مدينتهم، وفعلا الناس عملوا ده، ويقال ان هم استخدموا كل حاجه موجوده في البلد لردم الخنادق دي بما فيها اوراق المصاحف، رموها وداسوا عليها برجليهم علشان يردموا الخندق ويشتروا حياتهم. ورغم ان الشيوخ ما كانش عاجبهم اللي بيحصل ده الا انهم اثروا السلامه وسكتوا وقالوا شده وتزول. وجيش جنكيز خان كمل طريقه على سمرقند. كان اتجمع مع جنكيز خان ما شاء الله جيش كبير من المسلمين، في روايات كانت بتوصفهم تقول ان دول اسرى مسلمين، وكان هو مستخدمهم كدروع بشريه، وفي نفس الوقت كان خدع علشان يزودوا العدد، فالناس تفتكر ان جيش التتار اكتر من عدده اللي هو كتير اساسا. لكن في روايات كتير بتقول ان التتار ما عندهمش اصلا مبدا ان هم ياخدوا اسرى، فاغلب الظن ان دول كانوا مجندين مسلمين جندهم التتار من المدن اللي استسلمت. في مقابل الجيش ده كان في 70,000 واحد من عامه الشعب جهزوا نفسهم للحرب، و50,000 عسكري نظامي من عساكر خوارزمشاه. ال 70,000 اللي من عامة الشعب تقدموا الأول للدفاع عن مدينتهم، حاربوا وانهزموا كلهم وأبيدوا تماما. فال 50,000 عسكري خوارزمي دول أصلا من قبائل تركية، وكان ما بينهم وبين المغول صلة قرابة، قالوا لك يعني أكيد التتار مش هيقتلونا، ده إحنا ولاد عمهم وجنود زيهم، وأكيد هيقول لك نستفيد بيهم أحسن. واتفقوا على التسليم مع التتار، وأول ما سلموا سلاحهم للتتار تمت إبادتهم. الشيوخ والعلماء شافوا الدم مغرق الدنيا، وشافوا بعينيهم إبادة العسكر اللي استسلموا، بس برضو قالوا لازم نستسلم ونحافظ على اللي باقي من أهل المدينة عايش، كفاية 70,000 اللي ماتوا هما بيدافعوا عننا. وبالفعل طلع وفد فيه قاضي المدينة ورجال الدين والتجار يتفاوضوا علشان يستسلموا. دخل التتار جوه المدينة وعملوا في سمرقند المعتاد، الناس تطلع على الصحراء والجيش يخش ينهب البيوت. لكن كان لسه في الأهالي روح الثورة والنضال، اتحصن 1,000 شاب في المسجد بأسلحتهم وفضلوا يقاوموا التتار لأيام، لحد ما في النهاية للأسف انهزموا وأبيدوا كلهم. سيطر التتار على المدينة بالكامل، وراحوا مقسمين الناس اللي ينفع يحارب أخدوه معاهم، واللي عنده صنعة شغلوه. وقعد جنكيز خان في سمرقند وبعت 20,000 تتري يطردوا خوارزمشاه. فضل 20,000 جندي تتري يطردوه وهو عمال يهرب منهم بعد ما جيشه سابه هو كمان وهرب من الرعب من التتار، لحد ما في الآخر وصل جزيرة مات فيها لوحده. دلوقتي جنكيز خان قاعد في سمرقند وعمال يوزع جيوشه تجتاح المدن الاسلاميه اللي حواليه، لحد ما خبطوا في جلال الدين ابن خوارزمشاه عم قطز في غزنه، هزمهم فيها وبعت لجنكيز خان يقول له اختار المكان والزمان وهنيجي نعكشك فيه. فجنكيز خان بعت له جيش تاني في كابل وبرضه نفخهم جلال الدين، لكن كالعاده اختلف المسلمين في الغنائم، وتفرق الجيش اللي كان مكون من بقايا العسكر الخوارزمي وهرب جلال الدين زي ما هرب ابوه. فضلت الاحداث تجري والمدن تتنهب لحد ما وصل التتار لقلعه المود. قلعه المود دي بتاعت الاسماعيليين او طائفه الحشاشين اللي هم الاساسن كريد، وبعت التتار للخليفه العباسي ان هو يجي يساعدهم في قتال الحشاشين دول، وهم اصلا قطاع طرق ومضايقنا زي ما هم مضايقينك، فتعالى معانا وايدنا في ايدك نخلص على الجماعه دول. فالخليفه العباسي قال لهولاكو اللي كان قائد التتار وقتها خد فلوس، كرمش له شويه هدايا كده في ايده وقال له روح انت حاربهم مع نفسك. فاسرها هولاكو حفيد جنكيز خان في نفسه، واول ما خلص على الحشاشين طلع على بغداد. كان بينه وبين الخليفه رسائل من المضحكات المبكيات برضه. الخليفه هدده انه هيعلن الجهاد وهيجي المسلمين من تحت الارض من الشرق والغرب يزلزلوها، بس ممكن اديك فلوس على فكره، وممكن افرمك بس ممكن تاخد فلوس. يا عم خد فلوس بقى ما يبقاش دمك تقيل. فضل على الحاله دي يقول له انا هفرمك بس خد فلوس واسكت، لحد ما التتار دخلوا واجتاحوا بغداد واستباحوها، والقصه اللي كلنا عارفينها. السؤال المحير اللي بنحاول نتكلم عنه في السلسله دي هو ازاي المواطنين الشرفاء بقوا مواطنين شرفاء؟ ليه في ناس مسلمين تجاوزوا مرحله انهم يستسلموا للتتار اضطرارا لانهم يبقوا مساعدين
وخدم مجتهدين عند عدو الإسلام. إزاي كان بيروحوا يحاربوا ويعرضوا نفسهم للموت في سبيل التتار ضد إخوانهم المسلمين؟ مش كان أولى بيهم يموتوا شهداء للإسلام في مواجهة التتار السفاحين؟ إزاي كانوا بيروحوا يخزلوا المسلمين؟ يقولوا لهم التتار مش بينهزموا، ممكن يموتوا بس مش ممكن ينهزموا. بيساعدوا عدو الإسلام اللي قتلوا أباد إخوانهم المسلمين ودمر جيوش الإسلام وأباد مدن الإسلام؟ ولا استنى ثانية واحدة، هل عسكر خوارزم شاه اللي كانت كل ما تقعد في مدينة تنهبها وتتحرش بأهلها فعلا جيوش الإسلام؟ هل الممالك اللي كان كل همها إنها تحارب في بعضها وتنهب ثروات بعضها وتحاصر بعضها هي مدن الإسلام؟ التتار والخطأ على الأبواب وإحنا قاعدين نكسر في عظام بعض؟ لا ومش بس كده، ده أنا بروح أنادي على العدو يجي معايا علشان أقتل أخويا. العسكر الخوارزمي كان عسكر خوارزم شاه موجود للدفاع عن الدولة الخوارزمية، مش موجود للدفاع لا عن شعب ولا عن دين. حالة الغبش اللي الشعوب كانت فيها توهتها، ما بقتش عارفة العدو من الصديق، مش عارفين هل الأولى إن إحنا نحارب المعتدي الغاصب ولا نتآمر على بعض ونحاصر بعض ونحارب بعض. فقدوا البوصلة والانتماء والدافع اللي علشان يقاوموا ويحاربوا. وفي المقابل ما كانت الدعاية بتاعت العدو شغالة بتسوق لمنهجه المتسامح دينيا اللي بيساع كل الناس وبيخلطهم ببعض من غير تمييز علشان يخدم مشروعه لحكم العالم. ومع المكنة دي مكنة الترهيب بترهب أي حد يفكر يخرج عن طوعه أو يتردد في تنفيذ رغباته. وأهم ترس في المكنة دي كلها هم المواطنين الشرفاء نفسهم، بيروحوا يوروا الناس ان ازاي اللي بيدخل في دين الملك بتبقى حياته وعنب وزي الفل، واللي بيطور بيتعور. نقطة كمان، القسم المشترك اللي لاحظناه في اغلب المدن اللي استسلمت واستعانت التتار باهلها في الحرب انها كانت مدن مهمشه ملهاش قيمه عند الحاكم وسابها الحاكم من غير حمايه. فلما جه العدو ودخل عليهم منهم اللي قال ياسق ياسق بس عيش، ومنهم اللي قال لك انا اعمل نفسي ميت دلوقتي واطبل وازيط في الزيطه واستنى يمكن حد يفتكرنا ويجي يحررنا بعدين، ومنهم اللي قال انا هساعدهم يمكن يظبطوني وينوبني بالحب جانب. كل الاصناف دي خدمت في جيش التتار، ويمكن منهم اللي مات في الحرب ضد المسلمين، ويمكن منهم اللي عاش كام سنه زياده وبرضه مات بعدها، بس المؤكد انهم كلهم حجزوا مكانهم في مزبله التاريخ في مقابل مدن حره قومت ودافعت عن نفسها، لا وافقت على الياسق ولا استنت دعم جيش الخوارزميين. مثال على كده مدينه هراه اللي اول ما شافت التتار ابتدوا ينهزموا في بلد تانية الاهالي فيها دخلوا فرتكوا حمايه التتار اللي عندهم، وسمرقند اللي قاوم فيها الاهالي وقفوا لوحدهم قدام جيش جنكيز خان في الوقت اللي العسكر استسلموا للتتار وراحوا يتمسحوا فيهم وقالوا لهم احنا اتراك زيكم، فدبحهم التتار زي الخرفان علشان يفضل دم الشرفه اللي بجد ايه ودليل وحج إن لا تهميش ولا حكام فسدة ولا دعاية وغسيل مخ ولا عدو مجرم عذر إن المواطنين يبقوا شرفاء. دروس كتير وإسقاطات كتير على واقعنا الحالي، سواء اللي بيحصل في دول الخليج ولا اللي بيحصل في سوريا ولا اللي بيحصل في مصر ولا اللي بيحصل في اليمن. دروس كتير جات في بالنا وإحنا بنعد الحلقة دي، بس قلنا بدل ما نقولها كده على طول نسيبها لحضراتكم تكتبوها لنا في التعليقات. وفي النهاية اللي شايف إن الفيديو ده مفيد ياريت يعمل له شير ولايك ويعمل سبسكرايب للقناة علشان ما يفوتوش الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. واللي فاتوا الحلقة بتاعت كشف حساب بتاعت الأسبوع اللي فات ياريت يرجع ويشوفها. وشكرا جزيلا لحضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مع حلقة 5 سياسة جديدة اللي هتبقى عن الشيوعية. شكرا جزيلا ونراكم قريبا إن شاء الله. سلام.